ماذا لو أن هذا الأحمق لم يظهر؟ اهدأ يا إيتشي، العمدة الأبله قال إن زورو كان يتجول في هذا الحي. ها هو قادم الآن، تذكر أن نلتزم بالخطة. يا سيدي، أنا محبط جدا، لقد حذرتكما من أن تقربا هذه المنطقة مجددا. حسنا، إذا نحن لا نأخذ أوامر من غرباء أمثالك. الإجابة خاطئة. انتظر، أنا لا أظن أن ذلك جزء من الخطة. بالطبع ليس في الخطة. النجدة، النجدة. إيتشي، أبعد خطافك. ليس بهذه السرعة، أنا لم أنتهي منكما بعد. هذا ما يعتقد. أوقف المهمة. مستحيل، لقد تمكنت منهما. خطر، خطر. أين؟ صاروخ موجه نحوك. آسف يا إعصار، ولكن ليس لدي خيار، لابد أن أهرب. لا أستطيع النظر إليه. إنه خطئي. برناردو لن يغفر لي أبدا، وإذا لم يتمكن من إصلاح إعصار أنا لن أسامح نفسي أبدا. أعلم أنه يبدو سيئاً، ولكن يمكنك أن تفعلها يا برناردو. حسناً، أعلم أنه كان لابد أن أستمع إلى تحذيرك. حقاً آسف، ولكن أرجوك يا برناردو، أرجوك أخبرني أنني لم أدمر كل شيء. أعتبر هذا ممكناً؟ حقاً هذا مدهش، أشكرك يا برناردو، لا أعلم ماذا أفعل من غيرك. إذن كم سيستغرق إصلاحه؟ كلانا يعلم أن زورو ليس جيداً بدونه. لنقل بضعة أيام؟ أسبوع؟ أم... حسناً، كيفما تشاء. لقد صارت الأمور مثل ما خططت يا سيدي. نعم، وأحضرنا لك تذكارنا. لقد كان مشهداً غاية في الشاعرية حينما تحطمت دراجة هذا البارع إلى قطع صغيرة. أخبار ممتازة، بالرغم من أن ذلك المقنع لم يكن عليها. على الأقل هذه الضربة سوف تبطئه قليلاً وتبعده عني. فهمت، أنت تريد إبعاد زورو عن الطريق لأن لديك مخطط كبير. أليس كذلك؟ يا لكما من ذكيين. هل هذا كان نعم أم لا؟ أنت انتبه أين تضع هذا. ما خططت له يفوق خزانة ملك. هذا كثير جداً صح؟ أعتقد ذلك. إذن ما الخطة يا سيدي؟ ليس الآن، مؤخراً أصبحت الحوائط لها آذان.
أنا لا أفهم. العمدة يقصد أنه يوجد جاسوس ينقل الأخبار لزورو والفتاة. أي؟ كالرقيب غارسيا مثلاً. كلا سيدي العمدة، أنا لم أخنك أبداً، وأقسم بقبر والدتي المقدس على ذلك. ولكنها ما زالت حية. إذن بقبر جدتي ربما؟ إن ملابسك الممتلئة بالطعام تدل على أنك في منتهى الغباء. لا، غارسيا ليس جاسوساً، والآن أخرج، فرؤيتك تجعلني أشمئز. شكراً سيدي العمدة مارتينيز، وحظاً موفقاً. إذا لم يكن غارسيا وليس أحداً منا بالطبع، إذن من هو الجاسوس؟ لابد وأن يكون قريباً مني ويعمل بداخل مجلس المدينة. ياه، وكأنه كان يراني. ولكن لا تقلق، سوف أجدهم، وعندما أفعل سوف يندمون. شكراً، أنا لم أنم جيداً، كنت طوال الليل أعاقب نفسي لجعل هؤلاء الناس يسخرون مني. ما هذا؟ واو، أهذا ما سيكلفني لإصلاح دراجتي؟ حسناً، إنني أدخر بعض المال. واو، إن دخول زورو إلى الألفية يتطلب الكثير من المال. دعني أخمن، لابد أن أقوم بزيارة للمصرف لأخذ مدخراتي. من المضحك أن تذكر مدخراتك. صباح الخير يا أبي. لن يكون هكذا عندما تسمع ما سأقول. ما الأمر؟ طريقتك في إنفاقك للنقود منذ عودتك من أوروبا. نعم أعلم، ولكن توجد نفقات إضافية. شكرا لك يا سيدتي، انتهى الأمر يا بني، لقد كنت متساهلا معك للغاية، حان الوقت لتعرف قيمة النقود. بالطبع يا أبي، أعدك بأني سأكون حذرا جدا بعد السحب التالي. آسف يا ديغ، ولكن يجب أن أتأكد من أنك تعلمت الدرس، هذا لمصلحتك. لا يمكن، لقد ترك لي جدي هذه الأموال. نعم، ولحين بلوغك 21 أنا الذي يعطي الأوامر. ولكني أحتاج هذه النقود، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا أعلم، ربما تبحث عن وظيفة. وظيفة؟ لكن طبعا يعجبك هذا، أليس كذلك؟ دييغو العزيز لا تقلق، هناك الكثير يمكنك فعله. الوظائف الخالية؟ يوجد بالفعل وظائف من أجلي؟ ولكن كيف علمت؟ ثق بي أيها الشاب، أنا أعلم كل شيء يدور هنا. مطلوب؟ طباخ؟ سائق أتوبيس؟ أهذا فقط؟ ستحتاج لشهادة أو خبرة على الأقل لأي وظيفة أخرى. لسوء الحظ لا توجد إعلانات عن أبطال. ربما يمكنك أن تجعل أبي يغير رأيه. أظن لا، لا شيء مثل أن تعرف أنك لا تملك أي مهارات عملية. لكن من يحتاج إلى المهارات العملية عندما يملك المهارات السباقية؟ انظر إلى هذا، إنه سباق بابلو جراند السنوي. إن الجائزة الأولى يمكنها أن تغطي التكاليف التي نريدها لإصلاح إعصار العزيز. ما زلت أملك دراجتي البخارية، كل ما علي فعله هو أن أكسب هذا السباق وأصبح جاهزاً للعودة. حسناً، سأعمل لكي أغطي رسوم الاشتراك فقط بمنتهى السهولة وأعبر خط النهاية. خلفي تماماً. ماذا تقولين؟ لقد سمعتني. أستشتركين في سباق الدراجات؟ ولكن برناردو، أرجوك أخبرني أنه لن يقول لأني فتاة. هيا يا ماريا، السباق ليس ماذا حل به؟ الهواء، كنت سأقول الهواء. صدقين يا ماريا، لقد فزت كثيراً لأعلم كم هي خطرة. هو كسب سباقات؟ صحيح، سباقاً ما في أوروبا، أليس كذلك؟ طبعاً هذا صحيح، لقد كنت الأول في روما. ليس سيئاً، ولكني أفضل فوزي في سبرينغ كريك وسباق المدينة. مضحك جداً، ولكن لمعلوماتك لقد فاز بهما رجل بدين اسمه مارتينيز. انتظري، هذه لا يمكن أن تكوني أنت. أيمكن هذا؟
عظيم! أثناء حصول ماريا على ساعات من التدريب، سأكون أنا أقلب الهامبرجر. ألديك فكرة أفضل؟ شيء يزيد من سرعتي؟ لا، لا يمكن أن تكون جداً. زورو يعمل في مغسلة السيارات. لقد فعلت غلطة واحدة و... هل من الممكن أن يزداد هذا اليوم سوءاً؟ والآن هذا منظر لم أتخيل أنني سأراه أبداً. أنا محرج جداً. بعض الناس يعملون لكي يعيشوا. إذن والدك أصبح حكيماً وقطع عنك دخلك. في الواقع نعم. كم أحب والدك. ها؟ أتعطينني بقشيشاً؟ أنا دائماً أعطي بقشيشاً، ولكن لديك حق، إنهم يكسبون كثيراً. شكراً كثيراً. أنت ديلافيغا، لا تضايق الزبائن. لم أفعل ذلك، إنها صديقة لي. نعم، وأنا زورو. صدقني، لا يمكنك أن تحمل حذاء زورو. هكذا؟ سأخبرك ما يمكنني فعله. سألقي بك إلى الخارج. أنا الرئيس، وهذا تماماً ما سأفعله. إذن ديلافيغا، أنت مطرود. ليتني احتفظت بالبقشيش. ألو؟ رقيب غارسيا، هل هذا أنت؟ نعم، هذا أنا. نعم، هذا أنا. هل والدي ما زال عندك؟ نعم سينيوريتا، ولكن لا أستطيع مقاطعته، إنه في اجتماع هام للغاية. مع من؟ آسف، ولكن لا يسمع لي أن أخبر أحداً، حتى أنت. صحيح، لابد وأن هذا الاجتماع سري للغاية. نعم، حتى أنهم جاءوا بأجهزة تشويش إلكترونية حتى لا يسمعهم أحد. حقاً؟ انتظري، لا لا، أنا لم أقل شيئاً. لابد أن أنهي المكالمة الآن. مع السلامة. لابد من طريقة لمعرفة ما يخطط له أبي. ماذا في الخريطة يا سيدي؟ هل أنت خائف من أن تفقد شيئاً؟ من أجل توفير الحماية لمواطني المدينة أثناء سباق الدراجات ليلة غد، كل ضابط شرطة متوفر سيكون على هذا الجانب من المدينة، بينما ستكون أنت في الجهة الأخرى، بالتحديد هنا. أي لا يمكن. تبادل الماس، إنه أكبر وأغلى مجموعة من الماس في العالم. سمعت هذا؟ إن هذا محبط جداً. إن العمدة وعصابته سيسرقون مصرف المدينة. ولكن زورو سيكون مشغولاً بقلب الهامبرجر. ديلافيغا، لقد نسيت البطاطس ثانية. آسف يا سيدي، ها هي. هذه ثاني سلة من البطاطس تفسدها اليوم. هاي، أنا آسف. حسناً، يمكنك قول ذلك للزبائن. حسناً، أظن أنهم سيتفهمون. ليس ثانية. قبعة لطيفة. آسف سيدتي، ليس لدينا بطاطس الليلة. إذن سأطلب بيتزا عندما أصل إلى البيت، وأنت يمكنك أن تكون رجل التوصيل. ماذا يفترض أن يعني هذا؟ لا، الهامبرجر. ديلافيغا. أعلم أعلم، أنا مطرود. حسناً، السباق الليلة وما زلت لا أملك قيمة الاشتراك. يمكننا أن ننسى أمر إصلاح إعصاري لفترة ما. دعني أخمن أنك أحضرت لي وظيفة ذات زي سخيف. هذا رقم لسباق بابلو جراند للدرجات الليلة، ولكن كيف؟ أدفعت قيمة الاشتراك؟ ولكن انتظر لحظة، ترك لك جدي بعض المال أيضاً، وأنت أنفقته لكي أدخل السباق؟ إني أدين لك بالكثير والكثير يا برناردو. لا تقلق، سأدفع لك بالفوائد، ولكن حقا يا أخي أشكرك، أنت صديق مخلص. حسنا، والآن حان الوقت لكي أفعل شيئا أجيده، الفوز. أهلا بكم في سباق المدينة السنوي للدراجات.
أراك ترتدي خوذة جديدة، أظن أنك تبدو أفضل في زي العمل. لنرى إن كنت ستصمدين في السباق. سوف نرى. وداعاً يا عزيزتي. انذار. ماذا؟ مستحيل، ليس ثانية. انذار. ليس كل مرة، هذا ظلم. ماذا يفعل؟ دراجته تبدو بخير. لا أصدق أنني سأجعلها تفوز. ما الشيء الأكثر أهمية من أن أكسب بعض النقود لإصلاح إعصار؟ أقمت بإبعادي عن السباق من أجل سرقة؟ تبادل ماس؟ حسناً، لا يهم إن كانت في فورت نوكس، ولكن لا يمكننا الوصول هناك في الموعد، ولا يمكن أن يظهر زورو راكباً دراجة دييغو البخارية. مذهل، هذا لا يعقل، ولكن كيف؟ لقد أخذت من مدخراتك؟ لا يمكن أن أصدق، كيف يمكنني أن أشكرك؟ حسناً، لا وقت، زورو عليه الذهاب. شكراً يا برناردو. مرحباً إعصار، لقد افتقدتك. أترى هذا يا أخي؟ انظر، أنا هنا أسير بسرعة فائقة. نسيت تقريباً إلى أين أنا ذاهب. إذن ما عدد المجرمين بالداخل؟ اثنان من أفضل رجال العمدة يستمتعان بوقتهما منذ أن عرف أن الشرطة ليست موجودة. للأسف أني لم أستخدمك مبكراً، كان من الممكن أن أفوز بالسباق. لقد دخل من القبو، حان الوقت للعمل. أتصدق كم الماس الذي لدينا؟ نعم، إنه أكثر من أن نعده سويا. ولكنكما نسيتما أكبر شيء. من هذا؟ الماس. ستدفع ثمن ذلك. صدقني، لقد فعلت ذلك، والآن حان دورك. سأضربك ضربا مبرحا ليسموك الزيرو. ماذا تفعلين هنا؟ ألم تعلم من قبل أن الماس هو أفضل صديق للمرأة؟ لنبتعد يا سيد. مساء الخير سيدتي، لقد وصلت متأخرة وكنت أخشى أن يفوتك الاحتفال. كان لدي شيء يجب أن أنهيه أولاً، ولكن يبدو أنك استمتعت كثيراً. ما حدث كان بالصدفة. هذا أكيد. حسناً، لابد أن أذهب، لدي شيء لم أنهه بعد. أعرف هذا الشعور. حظاً سعيداً سيدتي، لدي بعض الأعمال أيضاً لم أنهها بعد. أتساءل إذا كان علي أن أتبعه لأعرف من هو. لا، ربما في ليلة لاحقة، أما هذه فهي لي أنا. ربما علي أن أتبعها، ولكن ليس الآن. أما الآن فيجب أن أزور شخصا ما. أنت ديلا فيغا، أين كنت تختفي؟ إذن لماذا انسحبت؟ كان موعدا؟ شيء مثل هذا. على أي حال، تهني. شكراً،
ولكني لا أفهم، أنت كنت الفائز، لم أستطع أن ألحق بك في آخر دورة، ودراجتك كانت بخير، إذن لماذا انسحبت؟ هذا جميل، أظن أن المرة القادمة سيكون لي. سمعت أن زورو قد أوقف الليلة سرقة ماس بعد بضع دقائق من انسحابي. حقا؟ هذا جيد. انتظري. أنت تعتقدين أنني زورو الشهير؟ حسنا، هذه فكرة سيئة، ولكنك لم تقل لي لما لم تكمل. أتقسمي ألا تقولي لأحد؟ كلمة شرف. لقد نفد الوقود. ماذا؟ الاحتفال سيبدأ، إلى اللقاء. دييغو دي لا فيغا هو زورو؟ لا أصدق هذا. نحن على الهواء من مدينة بويبلو التاريخية. منذ لحظات حاول لصوص سرقة المصرف والهروب في هذه السيارة، ولكن شخص ما دفع هذه السيارة بعيداً، وهذا الشخص هو زورو. في الأسابيع الماضية شهد زورو في عدة أماكن، ولكن أعضاء مجلس المدينة وعلى رأسهم العمدة يصرون على أنه مجرم خطير. حسناً سيدي العمدة، أياً كان هذا الرجل الغامض مجرماً أو بطلاً، فلقد ألقى القبض على 2 من لصوص البنوك وترك بطاقته. لا أريد أن أرى هؤلاء الحمقى ثانيةً. أتمنى أن يتعفنوا في السجن. فكرة سيئة جدا. بصفة محاميك عندي نصيحة عكس ذلك. حقيقة هؤلاء الحمقى أغبياء جدا، لكنهم يعلمون الكثير. حسنا، إذن ادفع لهم كفالة أو رشوة، فقط افعل ما يتوجب عليك. سيكلفك كثيرا، سندفع الكثير من الرشا. تبا لك يا زورو، سوف أفلس إذا لم ألقي القبض عليه. والأسوأ من ذلك أنه يكسب حب الناس، ومن الممكن أن تفقد منصبك في لحظة. يجب أن تعرف من خلف هذا القناع. حقا، لماذا لم أفكر في ذلك؟ وكيف أفعل هذا وأنا أعمل مع الأغبياء؟ في الواقع هذا هو السبب الحقيقي لمجيء الليلة. لقد عينت شخصا جديدا سيكشف الهوية الحقيقية لزورو. جديد تقول؟ هل يمكننا أن نثق به؟ أنا لا أتعامل مع أحد إلا إذا كانت روحه في يدي. حتى أنا؟ خاصة أنت. والآن تعرف على أكثر صائدي الحيوانات نجاحاً. هل أحضرت ذلك البغيض من التلفاز؟ ذلك البغيض الذي لم يستحم منذ أعوام. ليس تماماً سيدي العمدة. أقدم لك دون كازار. هذا غير معقول. كازار تعني بالإسبانية الصيد. نعم، رائع. لكن لسوء الحظ الفريسة التي أريدها هي الزورو، وتعني الذئب، وسيمزق ملابسك الفارهة. ها، لا تدع حس آخر صيحة يخدعك. كفوا عن هذا. ماذا يحدث؟ من أجل الحصول على صيد مشوق يجب أولاً أن تطلق الكلاب، ثم تشاهدها وهي تجمع عظام زورو.
اهدأ سيدي العمدة ولا تخف، إنها أليفة إلا إذا شعرت أنني معرض للخطر أو الإهانة. سامحني دونكازار، أنا لا أقصد أي إهانة لك أو لكلابك. بحق السماء، ما هذه الأشياء؟ لا أعلم، إنها كلاب صنعت بتقنية عالية، ولكن غير مهم ما دامت ستلحق بزورو وتكتشف هويته الحقيقية. لابد أن أحذره، أتمنى أن أجده قبل أن تأكله الكلاب. إذا استطعت أن... لا، هذه ليست الإجابة. ماذا؟ من أنت؟ شيء واحد يمكنه إنقاذك، ارجع إلى جذورك وإلا سوف تضيع. ماذا؟ انتظري! يا إلهي، إنه مجرد كابوس. لا، لا تفعل، أتوسل إليك. الرحمة يا رجل، لقد رأيت أسوأ كابوس في التاريخ. يا رجل، كان حقيقيا جدا وغريبا جدا، وتلك الفتاة كانت طفلة، طفلة صغيرة. صباح الخير يا أبي. أرجو أن تذكر دييغو بموعد العشاء مع عمتي كارمن يوم الخميس، لا تنسى. لما لا تتحدث إلي؟ أعتمد عليك يا برناردو. أقسم إن أبي يعاملني على أني شخص فاشل. هذا هو مقداري؟ هذا مضحك جدا، لكن ليس كهذا. كفى، سئمت هذا الروتين السخيف. أنت غاضب مني بسبب الماء؟ هاي، أنت تفعل لي هذا دائما. إذا لم تعد غاضبا، ماذا بك؟ أنا بخير برناردو، ولكني مشغولة قليلا. ما الأمر؟ هل حصلت على درجة متوسطة؟ أنا قلقة بشأن صديق لي، شيء أشك أن تفهمه. هاي، أنا صديق جيد، فقط اسألي برناردو. أعلم، لقد بلغت ثانية، لكن هناك شيء ما بخصوص ماريا. أظن أنني ما زلت متوترا بسبب الكابوس، لا يمكن أن أصف هذا الشعور. لقد كان كالإنذار. من أنت؟ ماذا؟ أنت؟ حسناً، ما الأمر؟ أيا كان، لا يمكن أن يكون أسوأ من الكابوس. دعني أخمن، تلقيت إشارة الإنذار؟ إنهم يسطون على البنك ثانية. الشرطة سوف تأتي من هذا الاتجاه، إذن رجال العمدة سيأتون من هنا. أرى أن الثعلب قد خرج من جحره. معذرة سينيور، أعتقد أنك تائه، لقد رحل السيرك منذ أسبوع. زورو، يجب أن تبتعد من هنا. مساء الخير سينيوريتا. إني جادة، ابتعد الآن وبسرعة. إني أقدر اهتمامك، ولكنني أستطيع تولي الأمر. أنت لا تفهم، إنه ليس كما تظن. أياً كان، زورو لا يهرب من معركة. زورو! هل فهمت قصدي الآن؟ أنا لم أفهمه بالضبط. ما هذه الأشياء؟ مميتة. كما ترين، ضرباتك بلا فائدة مع كلابي. إذن ربما نجرب هذا. ها، صبراً أيها الثعلب، سيكون هناك متسع من الوقت عندما يبدأ الصيد. هل أنت بخير؟ أنا بخير، شكراً لك سينيوريتا. لا، لقد تأخرت، لقد عرفوا رائحتك. رائحتي؟ ليتتبعوا أثري؟
لقد أجر العمدة هذا المسخ ووحوشه ليعرفوا من أنت. ماذا تفعلين؟ سأستخدم هذا لأبعدهم عنك حتى تهرب أنت من المدينة. اسمع، أعرف أنك تفكر أن زورو لا يهرب، لكن نحن أمام نوع مختلف من الكائنات، فلتنسى هذه الشعارات و... في الواقع أنا كنت أتساءل كيف سأنجو إذا تمكنوا من العثور علي. أنا واثقة أنك ستتغلب عليهم. شكراً، أنا مدين لك. وما الجديد في ذلك؟ كن حذراً، أقصد المدينة تحتاجك. مع السلامة إذن. حظ سعيد. هل سمعت؟ واضح أنني سأهرب حتى تتغلب على أجهزة التعقب لديهم. لا، أنا أعلم ماذا سأفعل. ارجع إلى جذورك. إنه مكان أخذني إليه جدي وأنا طفل، لقد نسيته تماماً حتى بدأت تلك الكوابيس. أتمنى أن تبعدهم عني ذات الصوت الوردي لمدة كافية. وأخيراً استطاعت كلابي أن تقودني إلى... إليك؟ أنت زورو؟ طبعاً لا. أنا الذي أدفع لك. طبعاً، ذلك الساذج البدين لا يمكنه أن يكون الثعلب. إني لا أفهم. ألا ترى؟ أحدهم وضع قطعة من رداء زورو هنا. أبعدها عني. إنه فعلاً ماكر كالثعلب، ولكن تأكد أنه لن يخدع كل كلابي. سأعرف أين هو في وقت قصير جداً، وعندما أنتهي أنا وكلابي من زورو لن يبقى منه ما يكفي للتعرف عليه. مر وقت طويل لكنني أذكر الطريق. لقد حرص جدي على ألا أنسى هذا المكان أبداً. لماذا يا ترى؟ أخشى أننا سنفترق يا إعصار. يجب أن أكمل باقي الطريق على قدمي كما فعلت وأنا طفل، لكنني لم أعد طفلاً. أنا الآن زورو. لما تتسلق ويمكنك الطيران؟ جدي، إنه مرتفع. أنا خائف. أنا خائف يا دييغو أن يبعدك خوفك عن قدرك. لقد فعلتها يا جدي مرة أخرى. إذن لماذا أحضرتني إلى هنا ثانية؟ وما السر الذي يحمله ذلك الكهف؟ ياه، من الذي رسم تلك الرسومات؟ أجدادك يا بني، الهنود الشوشوني. هل كانت والدتك منهم حقا؟ نعم يا دييغو، ودعني أخبرك أنها كانت امرأة رائعة. سأستريح قليلاً، ربما يطول الوقت. كلابي تنتظر الفريسة، لن يطول الأمر. الشروق، لقد نمت وقتاً طويلاً ولم أحلم بكوابيس هنا، وهذا غريب. من هناك؟ أظهر نفسك. لا تخف مني يا دييغو، أو دعني أقول يا زورو. هل هذا حلم؟ هل يبدو كأنه حلم؟ أنا أحلم بالطعام وأنا جائع، لكن لا يكون صحياً كهذا، وغالباً يكون حلوى، لكن هذا كابوس، صحيح؟ هذا مدهش، لا أذكر أنني تذوقت شيئاً في أحلامي من قبل. لندع برناردو ينضم إلينا. هاي، كنت أتكلم مع... أين؟ أوه، هذا حلم غريب. هذا حقيقي، بالتأكيد لست أحلم. قصة طويلة يا أخي، ماذا يحدث عندك؟ هل توصلت إلى حل للمشكلة؟ وماذا عن هذه الوحوش؟ هل علمت شيئا عنها؟ مثير،
غطاء من التيتانيوم، لها عقول إلكترونية وحواس مثل الكلاب. باختصار هي ماكينات مدربة على القتل. لا تقل إنها وجدتني. مع السلامة، الآن سأذهب. أنت حقيقية فعلاً؟ ماذا كنت تظن؟ أنني شبح أو شيء ما؟ اسمعي، أيما كنت لابد أن تخرجيني من هنا. هناك خطر يتجه نحونا وهو يبحث عني. أنت تتظاهر بأنك زورو، المحارب الحقيقي لا يهرب. أنت لا تفهمين. طبعا أفهم، يريدون اصطيادك. صحيح، إذن لابد أن أرحل، وأنت أيضا. حسنا، ولكن زورو لا يهرب مثل أرنب صغير خائف. الثعلب الأسود شجاع وصياد ماكر. ولكني لست... انتظري، الفريسة أصبحت الصياد، طفلة ذكية. والآن أين ذهبت؟ مهما يحدث ابقي مكانك، وأنا في أمان هنا. جيد، والآن لنرى كم أنا ثعلب ذكي. صبرا أحبائي، مؤكد سيتبقى لكم بعض العظام عندما يفرغون منه. تبحثون عني؟ هيا يا أغبياء، هيا حاولوا الإمساك بي. لقد دمرت كلبي. أنا آسف، إن هذا كله كان خطأي. حسناً، ها محاولة ثانية. أنا أفضل أن أدمر هذا القناع عن وجهك بنفسي. برناردو، أنت فعلا عبقري. أهلا بك يا إعصار، هيا انطلق. يمكنك الهرب، لكن لا يمكنك الاختباء. سقط اثنان، يبقى اثنان. لست ثعلبا ذكيا ابدا، هذا طريق مسدود. ها؟ مستحيل! كيف أمكنه الهروب من فخي؟ بسهولة، ولكنك لم تهرب من فخي. ستقضي كلابي عليك الآن، هيا. لابد أن تمسك بي. تمسك جيدا، لحظة واحدة. امسكي به، دمريه. اولي، حيلتك التافهة فشلت تماماً. لا تتأكد من ذلك.
أوه! لم يبقى شيء سينيور، جميع ألعابك تحطمت ولم يبقى سوى أنا وأنت رجلاً لرجل. لا، دعني وشأني. لا تخبرني أن الصياد العظيم خائف. ابتعد عني أيها الثعلب. كنت أتمنى أن أجرب حيلة اختفاء إعصار. تبدو كالسحر يا صديقي. أنا أعلم أنها لم تعد مشكلة، ولكن هل وجدت طريقة لتبعدها عن أثري؟ ذكرني أن أعطيك علاوة. انتظر، لقد تذكرت إننا لا نتقاضى مالاً، ولكن شيئاً أعظم من المال. كنت أعلم إنه موعد الرحيل ودييغو ليس هنا. كان من المفترض بك أن تذكره بموعد العشاء. عمتي سوف تسافر غدا. تخيل، العبقري نسي وأنا لم أنسى. أظن أن ساعتك ليست مضبوطة. إذن ذكرني، من منهن العمة كارمن؟ هذه. إنها هي. كلا، هذه هي. ليست هي. هي من هذه؟ جدتك عندما كانت طفلة. طبعا. ما الخطب يا دييغو؟ يبدو كأنك رأيت شبحا. نعم، معك حق. يبدو أن هذا المكان مهجور منذ زمن. هل أنت متأكد من هذا؟ أعلم أنك تشك أن العمدة يستخدم هذا المكان لإخفاء الأسلحة والذخيرة. لابد أن أثق فيك دائماً. لابد أن هذه الطائرة ملك لتاجر الأسلحة. الآن يجب أن أتأكد أن الأسلحة لن تغادر هذا المكان. هيا يا إعصار، انطلق! والآن أيهما أتبع؟ اختر واحدة. السيدات أولاً. بطل ومهذب. لماذا لا أجد شخصاً مثله؟ يا لها من جميلة. من المؤسف أن زورو لا يملك الوقت. اثبت يا إعصار. أقترح أن تقف. من؟ ماذا؟ كيف؟ ابتعد عني أيها الأحمق المجنون. لست مجنونا، ولكني لم أكن ذكيا وخدعت بالفعل. أكيد كان هناك عربة ثالثة. لقد أفسدت كل شيء.
هناك أمل في السيارة الثانية، لكنه ضعيف. معدوم. نعم، ولكن يمكنك إيقافي في أي وقت تريدين يا حلوتي. شكرا على لا شيء. ها نحن التقينا ثانية. لم يحالفك الحظ أنت أيضا؟ سيارتك أيضا كانت فخا، إذن أين الأسلحة؟ سيارة ثالثة. يبدو أن العمدة وجد شريكا له على قدر من الذكاء. ربما إذا بحثنا جيدا سوف نجدها. آسف على هذا، ولكنني تأخرت. حقا؟ لديك موعد غرامي؟ صدقيني، أنا أفضل أن أظل هنا وأطارد اللصوص، ولكن لا أستطيع. حتى أن نتقابل، مع السلامة. مع السلامة. ماذا دهاني؟ لقد تأخرت. شكراً جزيلاً، هذا أقل شيء لأرحب بكم في منزلي المتواضع. الألعاب النارية الحقيقية لن تبدأ حتى تعطيهم المال. لقد تأخرت، كان يجب أن تستقبلي الضيوف معي. أسفة، كنت... دعك من هذا الآن، فقط ابتسمي وكوني جميلة. أرجوكم تفضلوا، العشاء سوف يقدم الآن. ودعيني أنا أتولى الأمور المادية. تقصد أمور الرشوة يا أبي؟ هاي، مللت الحفل؟ لا، لكن بحضورك يا دييغو سأمل بسرعة. أهلا يا برناردو. شكرا، أنت أيضا تبدو رائعا. هاي، ماذا عني؟ بصراحة لم أتوقع مقابلة أي منكم الليلة. أنت تعلمين أنني أحب الحفلات، بالإضافة إلى أن أصدقاء والدك العمدة شخصيات مرموقة. والآن بعد إذنكما سأهتم بضيوف الآخرين. رائع، سنأتي معك. لا أصدق يا برناردو، لابد أنها ليست مجوهرات حقيقية. مارتينيز متحمس جدا لأنه يعتقد أنها حقيقية. الكونتيسة ديل فويغو، سعيد بلقائك. بالطبع، مناجم ديل فييغو. انتظر، ألم يختفي زوجها وشركاؤه بشكل غامض؟ صحيح، الآن تذكرت، كنا نشك أن لها يداً في الموضوع، ولكن لم يستطع أحد أن يثبت ذلك، والآن تستمتع بميراث زوجها. إذن ماذا تفعل واحدة من أغنى نساء العالم مع العمدة في مدينتنا؟ هل كانت رحلتك إلى المدينة هادئة وبلا أي مشاكل؟ بالطبع يا عزيزي، خططي صافية مثل مجوهراتي. أين الصواريخ؟ لم أكن أريد التأخر على الحفل، فجئت بهم إلى هنا. إنها في منزلي، هل جننت؟ لا تقلق يا عزيزي، والآن لنناقش خطتي لمستقبلك يا سيدي العمدة، أم أقول الحاكم مارتينيز. أنا مندهش حقا يا كونتيسة، هيا بنا نجد مكانا هادئا لنتحدث. ماريا، لما أنت هنا؟ لقد كانت تتجسس علينا، صحيح؟ لا مشكلة يا كونتيسة، إنها ابنتي ماريا. حقاً؟ إذن والدتك كانت في منتهى الجمال. نعم ماريا، اعذرينا، الكونتيسة وأنا لدينا اجتماع عمل مهم. وحدهم؟ طبعاً، فقط المرأة العجوز وكلابها الضالة.
أعتقد أن هذا بعيد جدا عن ضوضاء الحفل. ألم نتفق على ألا نظهر سويا؟ ولكن هذا كان قبل أن أجعلك العمدة. غالبا سأحتاج الوقوف على كتفيك. حسنا سأحملك أنا، هيا أسرع. لقد أبليت بلاء حسنا، ولكن تخيل ما يمكن أن تفعله بعد أن أجعلك الحاكم. هذا إذا نجحت في الانتخابات. عزيزي، يمكنني شراء أي شيء. إذا أنت تعرضين أن نكون شركاء. لا تكن سخيفا يا عزيزي، الكونتيسة دائما تكون القائدة. حسنا إلى أعلى. يجب أن تفقد بعض الوزن. ما هذا؟ دييغو، برناردو، ماذا تفعلان هنا؟ كنا انتظري، ماذا أنت تفعلين؟ أنا أعيش هنا، أتذكر؟ أنا أتمشى هنا دائما. وتهمسين دائما هكذا؟ حسنا، أردت أن أعرف من التي يواعدها أبي. يواعدها؟ هذا شيء ليس من شأنك، هيا نعد إلى الحفل الآن. أنا أقدر عرضك الكريم يا كونتيسة، ولكنني قررت أن أظل مجرد عمدة، والآن سأعود إلى الحفل. لقد أهملت ضيوفي لفترة طويلة جدا. يبدو أن والدك لا يواعد الكونتيسة، أليس كذلك؟ هذا جيد. هذا جيد. أنا لا أطلب هذا منك، ستفعل ما أمرك به وإلا. هل هذا تهديد؟ بالطبع، لا أحد يتحدى الكونتيسة ديل فويغو. بعد إذنك. كيف تجرؤ؟ الكونتيسة لم تنتهي منك بعد. ولكنني أخذت كفاياتي منها، اصحبوهم للخارج في الحال. سوف تندم على ذلك. لن يحدث أبدا. سيحدث بعد 30 ثانية. تحدى ديل فويغو، تحترق يا عزيزي. ترى ماذا فعلت؟ الصواريخ. احذروا. لا، هذا لا يحدث. تحت أمرك يا سيدي، ولكن اهربوا. ماذا؟ لا. أرجوكم لا تفزعوا، إنه مجرد حادث بسيط. أؤكد لكم أننا لسنا في خطر أبدا. تكلم عن نفسك. انتهى الأمر، انهض الآن يا برناردو. أنا بخير، أين دييغو؟ هربت لتنقذ نفسك؟ أنا؟ لا عليك، سأطمئن على أبي. شكرا يا برناردو، الشهامة لم تنتهي من العالم. نعم، شكرا لك لأنك جعلتني أبدو مثل الفأر الجبان. على الأقل عرفنا ماذا حدث للصواريخ. ألا تنام أبدا يا رجل؟ لا وقت، لماذا؟ لقد قمت ببحث عن الكونتيسة ديل فييغو. مذهل، شركات ومنازل في بلاد كثيرة، وهذه مجرد الأملاك المعروفة. هذا بدون مبيعات الأسلحة، ومن يدري ما الأشياء غير الشرعية الأخرى.
جيد أن العمدة لم يقبل عرضها. هذا من الممكن أن يكون أكبر خطر في حياته. شكراً مرة أخرى يا برناردو. كيف حال ركبتيك اليوم بعد كل هذا الزحف على الأرض؟ لماذا لا تنتقل إلى جامعة أخرى أو إلى كوكب آخر بعيد؟ نعم، بدا الصوت وكأنه يجب أن أذهب. ادخلي وإلا قذفتك. ماذا لو قذفتك أنا؟ لست أفهم. سوف تفهم. أمسك بها. اكتفيتما؟ أنت موهوبة يا عزيزتي، وأنا أيضا. ماريا، لنحضر الدراجة. عظيم، نعلم شكل السيارة وليس لدينا دراجة. سأتصل بالشرطة، ولأول مرة سيطلب منهم العمدة أن يؤدوا عملهم. لا تقلق، سوف ننقذها. مستحيل. من؟ كيف؟ فقط ابحث عن ابنتي. هل وجدتها؟ طبعاً يا عزيزي. الكونتيسة؟ لو أذيت شعرة واحدة من ماريا. ما له من شعر جميل. أبعد يديك القذرة عني. ولكن فمها لابد أن يغلق للأبد. لا، أرجوك لا تؤذيها. فقط قولي لي ماذا تريدين وسأفعل. طبعاً ستفعل يا عزيزي. من الآن فصاعداً ستلبي كل أوامري. حسناً، فقط دع ابنتي تذهب. ربما سأفعل إذا أصبحت كالكلب الوديع، ولكن إذا خيبت ظني فماريا الجميلة سوف تدفع ثمن غلطة أبيها حياتها. أحسنت يا أخي، أن تتعقب مكالمة الكونتيسة للعمدة فكرة رائعة. أعلم، يجب أن نلحق بها بسرعة، وإلا سوف تغادر إلى أحد الأماكن البعيدة التي تمتلكها ديل فييغو. حسناً، وقت زورو. الطيار يقول إنه مستعد. تريدين أن نضعها مع الأمتعة؟ ربما لاحقاً. أولاً أريد أن أعرف كل شيء تعلمه عن عمل أبيها. وكأني سأقول لك هذا. صدقيني ستتكلمين إذا كنت تخافين على وجهك الجميل. تحركي. أتمنى لو كان معي صوت الليزر لأؤدبكم. تأخرنا، الطائرة تقلع بالفعل. سأعترض طريقهم وأجبرهم على التوقف. أعرف أنها مجازفة. ماريا معهم. إذن تبقى شيء واحد. هيا يا إعصار، انطلق. هذا جنون فعلا، ولكني سأفعل. يجب أن أدخل قبل أن يبلغ السرعة القصوى. انظري إلى المدينة مرة أخيرة، لأنني أشك أنك سترينها ثانية. سوف أكون. ماذا يحدث؟ أخرجوني من هنا، لن أعد أحتمل هذا. اربطها وأغلق فمها، إذا لم تخرس حالاً سوف. هات الوقت. ما الذي يحدث؟ الأمر ببساطة
عملية إنقاذ. زورو، هل أنت بخير؟ أنا بخير، ولكنك لست كذلك. أمسكوه. والآن ماذا؟ لأكون صريحا، أنا لم أفكر في هذا، ولكن الآن لن تفعلي. ماريا! تسمي هذه عملية إنقاذ؟ لم أنتهي بعد. ماريا! لا تخافي، لقد أمسكتك. أنا فعلاً ممتنة، ولكن هل لديك مظلة؟ ليس بالضبط، فقط تشبثي بكل قوتك. لا مشكلة، فقط أريد أن نعم. منظر جميل، ها؟ رائع. إذن يا سينيوريتا، ستعودين حالاً إلى منزل والدك. لا تسرع، هل يمكنني أن لا لا تفعلي ذلك. أسفة، ولكني أريد أن أعرف من هو بطلي. صدقيني يا ماريا، أنت لا تريدين ذلك. أنيسة مارتينيز، أخبرتنا الشرطة أنه تم اختطافك. ماذا حدث؟ ومن فعلها؟ وكيف هربتي؟ ابنتي ليس لديها تعليق حالياً. لا تقولي شيئاً عن الكونتيسة، إنها ما زالت خطراً يهددنا. أعلم ذلك. حسناً، أنا لا أعرف من هم المختطفون، ولكني أعرف من أنقذني. إنه زورو، وأعتقد أن والدي يريد أن يشكر زورو على إنقاذ حياة ابنته، أليس كذلك؟ حسناً إذن، شكراً يا زورو، أينما كنت. لم يكن هذا سهلاً. هل رأى أحدكم الأشخاص الغريبين قاطين الأنفاق؟ ها اهدأ يا مبتدئ، لا يوجد شيء كهذا، إنها مجرد قصص مرعبة يرويها الأهالي ليخيفوا أبناءهم. حسناً، إنها حقيقة، وإذا كنت محظوظاً لن تراه. ما هذا؟ لدينا صحبة، لنذهب. ها؟ لا شيء. ما هذا إذن؟ قف! كلا، قفا أنتما. هل تعلمون ماذا تفعلون؟ تسرقون العمدة. لا تقلق عليه، إنه يملك الكثير كهذا. ماذا؟ ما رأيك بأن تذهب وتنضم إليهم حتى لا تتأذى؟ فهمت يا جدي؟ تحويل مسارات، موعدنا بعد 90 ثانية. حول. علم. ليس يوماً سيئاً أبداً. أرى أننا لدينا جاسوس.
تخلصوا منه. أنا غاضب. ثالث قطار سطوا عليه في الشهر. ضرائبي سرقت مني. أنا غاضب. من بهذه الشجاعة والغباء ليسرق مالي؟ أريد إجابات. أنا لا أعلم. الآن ربما الفئران، إنها تتكاثر بشكل زائد. مجرد فكرة. إذن من الأفضل ألا تفكر. إذا سمحت لي يا سيدي، هل من المحتمل أن كل هذه الجرائم التي تحدث في الأنفاق يرتكبها من يسمونهم قاطن الأنفاق؟ ماذا؟ معذرة يا سيدي، أهل الأنفاق دائما يحملون كراهية تجاه من يسمون بملاك الأرض في هذه المدينة. ربما بسبب سرقتك يرسلون إليك رسالة ما. هذا صحيح، فهم يسرقون الضرائب التي تمر من منطقتهم. أياً كان، نحن كنا نتفاهم معهم دائماً. لماذا يريدون المشاكل الآن؟ ربما رغبتهم في المال أشد بكثير من رغبتهم في تفادي غضبك وخوفهم منك. حسناً، إذا أرادوا المشاكل سيحصلون عليها. غارسيا! نعم سيدي العمدة. يوجد بعض المشاكل مع سكان الأنفاق، أريدهم أن يتعلموا درسا. هل تفهمني يا غارسيا؟ نعم سيدي العمدة، ولكن أنت تعلم أنه لا يمكن أن يكونوا سكان الأنفاق يا سيدي. إنهم أشخاص مسالمون، وأنا أعتقد أنهم لا يريدون إغضاب العمدة مارتينيز العظيم. أنا لا أدفع لك لتفكر، افعل كما أمرك. نعم سيدي. الآن يا دون روسا، أنت رجل يعتمد عليه. رجل يعتمد عليه. دييغو دي لا فيغا في المقدمة. هل سينجو من وسط النيران؟ كانت سهلة جداً. لقد تسرعت. ليست مشكلة، سألحق بهم سريعاً. انظر الآن. خطر، يوجد عطل في الكمبيوتر بمعدل 90%. لا تخف يا برناردو، الأمور تحت السيطرة. أعتقد سيكون مؤلماً. احذر يا دي لا فيغا. وأخيراً، اليوم كان أول سباق في بطولة الدراجات البخارية. سقط المتسابق دييغو دي لا فيغا بقوة، ليجد دي لا فيغا نفسه في المركز الثالث في الترتيب العام بعد أسوأ مسابقة له على الإطلاق. نعم صحيح. أعلم، حذرتني. أظنني اكتفيت اليوم. ماذا؟
في بث مباشر تخضع الأنفاق لسيطرة شرطة مدينة بويبلو التي أعلنت عزمها على العثور والقبض على سكان الأنفاق. ماذا الآن؟ لم نعد نحتمل هذا العصيان المدني وسرقة أموال المدينة من قبل هؤلاء. أعدكم أن سكان الأنفاق سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم. ها، اللص هنا هو مارتينيز وليس سكان الأنفاق. انذار، انذار، جريمة تحدث حالياً. الموقع متحف مدينة جراندي للفنون. يبدو أنني سأشعر بالنصر اليوم في زي زورو. كل شيء يبدو على ما يرام. لابد أن هناك عطلاً في جهاز الإنذار. ليلة جميلة لسرقة متحف. ها؟ ماذا؟ متأسفة، هل أفزعتك؟ ها؟ ليس مضحكاً، كان من الممكن أن أؤذيك الآن. هذا لا يهم. ما هذا؟ أهلاً بك سينيور زورو، أنا سعيد بمجيئك. الرقيب غارسيا؟ ماذا تفعل هنا؟ في الواقع ماذا نحن نفعل أيضاً؟ أنا آسف جداً على الإنذار الخاطئ، ولكنني أحتاج مساعدتك. حقاً؟ هذا غريب جداً. لا، أرجوك تفضل. لا بد أن تساعدني في معرفة من الذي يسرق الذهب. ربما إذا عملنا سوياً سنثبت أنهم ليسوا سكان الأنفاق. إني أقسم لك يا سينيور زورو إنهم أبرياء. انتظر لحظة، دعني أفهم. تريدني أن أعمل معك على معرفة من يسرق ذهب العمدة الذي سرقه من الناس؟ نعم سيدي. من فضلك أكمل كلامك، أنا أسمعك. ولكنني أحذرك يا سيدي، إذا كانت هذه خدعة لن يكون ذلك في صالحك أبداً. هل فهمت؟ نعم سيدي، نعم. إذن أنت تريد مساعدة سكان الأنفاق، أخبرني لماذا؟ إني مدين بحياتي لأحدهم، حدث ذلك منذ زمن بعيد جداً. كنت ضابطاً مبتدئاً ألاحق مشتبهاً فيه. طاردته في الأنفاق، كانت مظلمة وكنت لا أملك كشافاً ففقدت أثره، ولكنه كان يراني. هاجمني وثبتني على القضبان، ثم جاء رجل وأنقذني. قال إن اسمه ميغيل. كنت ممتناً به جداً وأردت أن أكافئه على شجاعته، ولكن عندما التفت كان قد رحل. في هذا اليوم علمت أن سكان الأنفاق ليسوا وحوشاً، والآن علي أن أنقذ ميغيل وأهله. أنا مدين له بذلك. تعلم يا سيد غارسيا، اليوم اكتشفت أن لديك قلباً. نعم سيدي، ولكن أرجوك لا تخبر أحداً. لا تقلق أبداً، سرك في أمان معنا. شكراً، شكراً لكما. إذن سيدي، إذا لم يكن سكان الأنفاق فمن هو السارق إذن؟ أتمنى أن أعرف، أتمنى. غارسيا يقول إن اللصوص يستخدمون أجهزة ليزر ليقطعوا القطار المصفح. لا يمكن أن يكون لدى سكان الأنفاق هذه التقنية. من يكون إذن؟ مصانع روسا؟ مصانع روسا، صانع أسلحة الليزر والأسلحة الحربية. هذه الشركة يملكها دون روسا، ولكن أليس هم المسؤولين عن حماية القطارات؟ إذن ربما دون روسا يلعب لعبة شريرة مع العمدة ويلقي اللوم على سكان الأنفاق. الآن علينا إثبات ذلك. أظن أن هذه مهمة زورو. نعم، هذا هو المكان. لقد مر وقت طويل ولكن لا يمكنني أن أنساه. وهذا يقودنا إلى سكان الأنفاق؟ أعتقد ذلك سينيوريتا.
نزلت من هذا المكان. أظن أن الحفرة أصبحت أصغر. أظن يا سينيور ربما أنت أصبحت أضخم. اسمح لي. أنا بخير. السيدات أولاً. ويقولون إن شهامة انتهت. لديهم مكان جميل. نعم، والفئران تضيف لمسة خاصة. لقد مضى وقت طويل، أعتقد ربما هذا الاتجاه. لا، اتجاه خاطئ، لنذهب في الاتجاه الآخر. اعذريني يا سينيوريتا. أنت لا تذكر مكان سكان الأنفاق، أليس كذلك؟ كنت أظن أن هذا الطريق الصحيح. أقصد الطريق الصحيح. يمكنني أن أحدد الموقع. إنه لا يعمل. إنها الجدران يا سينيور، إنها سميكة جدا. مصابيح، أعتقد أننا نقترب. حقاً إنها ركلة جيدة. هيا يا طفل، انتظر، لا تخف. غارسيا، لا، يجب أن نعثر عليه. نعم، انظري هناك، أرى شيئاً. نعم، أنت ترى شيئاً، ولكنه لن يعجبك. أنت قلت إنهم ودودون. كلا يا سيدي، أنا لم أقل إنهم ودودون، أنا قلت إنهم أبرياء فقط. اهدأ يا سينيور زورو، إنهم لن يؤذونا. هل أنت متأكد من ذلك؟ أتمنى ألا تكون هذه السلاسل ضيقة جدا. أنا آسف ولكننا لا نستطيع المجازفة. هذه كلا سينيور، إنها مريحة جدا، شكرا لاهتمامك. ميغيل انتظر، ألا تتذكرني يا سينيور؟ الضابط غارسيا؟ هذا أنت فعلا. نعم يا صديقي، ولكنني أصبحت رقيبا. لقد مضى وقت طويل. نعم سيدي، وقت طويل جدا. ربما الاحتفال سيكون أكثر راحة بدون سلاسل. نعم، فك القيود. نحن نريد أن نساعدكم. صحيح يا ميغيل، العمدة يظن أنكم تسرقون ذهبا. أنا أعلم أن هذا غير صحيح، ولكن العمدة يريد تدميركم. نحن جئنا لنعرف من هو اللص الحقيقي. أنا أعرف من الذي سرق الذهب. أخبرني إذن بما تعرف. إنهم لوس أمبريس مويرتوس. رجال موتى؟ نعم سينيوريتا، إنهم يقودون دراجاتهم القوية وكأنهم أشباح مضيئة خرجت لتويها من القبر. أنا رأيتهم يسرقون الذهب من القطار. إذن جماعة دون روسا التي تسرق الذهب عصابة من ركيب الدراجات. حسنا، لدي خطة، لكننا سنحتاج لمساعدتكم جميعا. سنفعل أي شيء، أعدك بذلك. مبنى المدينة على بعد 10 أميال. اهدأ،
إذا حدث أي شيء نحن مستعدون. هيا بنا حالا. أنا بالداخل، لا أثر للطاقم أو اللصوص. حول. احذري خلفك. ماذا حدث؟ دعينا فقط نقل إنها محطة هؤلاء الأوغاد. لابد أن أهنئك أيها الرقيب. من كان يظن أن أحد رجالي سيجرؤ على السرقة مني؟ شكرا يا سينيور. هل ستخبرني ماذا فعلت مع سينيور روسا؟ الخائن. لنقل إنه لابد أن يلحق بالقطار. لا أرجوك سامحني يا سيدي، إنها غلطة كبيرة يمكنني أن أسرقك. لا أبي، أيمكنني أن آكل بعض الحلوى؟ عندما نصل إلى المنزل. أريد أن نذهب هنا. نعم، أراهن أن لديهم الكثير من الحلوى. لا تفكر في ذلك يا رجل. هذا صحيح، العمدة لا يريد الإزعاج. هذا ليس ممكناً، هذا منزل العمدة ولا نريد أن نزعجه. هيا لنذهب إلى المنزل التالي، أنا متأكد أن لديهم حلوى. فكرة جيدة يا رجل. حسناً، اقفزوا. هيا بنا. كيف دخلتم أيها المزعجون؟ تسلقنا السور. نعم، مثل زورو، نفعل أي شيء. هكذا إذن، حسناً يا مقلدي زورو.
أنا أقترح أن تعودوا من حيث جئتم قبل. حلة أم حلوى؟ تريدون حلوى؟ أنا لا أعطي الحلوى للأشقياء، والآن اذهبوا من هنا. هي، ماذا به؟ لما فعل ذلك؟ أتعلمني ماذا يحدث لمن لا يعطينا حلوى؟ يحصل على حيلة. لن يضايقنا هذا العجوز العام القادم. نعم، عندما يرى ذلك سوف يجن جنونه. زورو، في خدمتكم يا سادة. والآن ستشرحون لي ماذا تفعلون وأنتم ترتدون ملابس مثلي. إن هذا ليس خطأنا، هو الذي لم يعطينا الحلوى. لا حلوى، لذلك قررتم أن تخدعوا؟ هذا صحيح، أنت تعلم ذلك. كل ما أعلمه هو أنكم لا تحترمون قناع زورو بهذه الطريقة. إذا كنتم ستلبسون زي زورو فلابد أن تحترموه. آسف. أنا آسف. نعم حسناً، سنقوم بتنظيفه، إننا لم نقصد شيئاً سيئاً. لا، حراس، يا حراس. يبدو أن العمدة غاضب قليلاً، اذهبوا ولا مزيد من الخدع، مفهوم؟ مطلقاً، نحن نعدك. شكراً يا زورو. أطفال. ماذا يجري يا زعيم؟ أتريدون أن نقتل أحداً؟ أيها الحمقى، انظروا. إنها تذكرني عندما كنت. اخرس. ربما يمكنكم أن تشرحوا لي أين كنتم أيها الأغبياء. كنا خارج البوابة. نعم، لقد أمرتنا أن نبعد هؤلاء الأطفال عن المنزل، وهذا ما فعلنا. إذن اشرحوا لي الآن كيف حاول مقلد زورو تدمير منزلي. لا أعلم يا سيدي. ما هذا؟ انظروا، إن المدينة في انهيار. المحتلون الصغار يرتكبون الجرائم وهم يرتدون قناع زورو. محتلون، وهو المطلوب. كيف لم أفكر في هذا؟ أحضروا الرقيب غارسيا، أخبروه أني أريد الاجتماع بكل الضباط في مجلس المدينة. مدينة مليئة بالمجرمين في زي زورو. هذا رائع، رائع جداً. حلوى لذيذة. أهلاً بالرقيب غارسيا، أرى أنك مشغول جداً الليلة. مساء الخير دون أرمان. أرمانيو. من فضلك أيها الرقيب، لا تشغل بالك، أنا أرى جيداً أن فمك مشغول جداً. سأدخل بنفسي، لا تزعج نفسك. نعم، هذا ما اعتقدته. إذن أيها السادة، دون أرمانيو انضم إلينا، لدي مهمة خاصة تتناسب مع
مواهبك الفريدة. شكراً، تسعدني خدمة معاليك يا سيدي. كنت أقول إن واجبي المقدس هو حماية مواطن المدينة من ذلك المجنون المقنع زورو. ولكن كيف ستفعل ذلك؟ الناس يحبونه. أوه، إنهم يعتقدون أن زورو بطل، ولكن عندي خطة سوف تحل المشكلة إلى الأبد. رقيب غارسيا، أدخل شبيه زورو. ولكن أنا هنا بالفعل. في خدمتكم يا سادة. هذا ليس جيداً. اهدأوا يا رفاق، لن نؤذيكم. اثنان زورو، هذا كثير جداً. يا سادة أرجوكم أرجوكم اجلسوا. قلت اجلسوا. أؤكد لكم أنتم لستم في خطر، تفضلوا. أنتم التوأمان؟ أنتم زورو؟ اعتقدت أنكم أشرار فعلاً. إنهم أشرار يا أحمق. أعتقد أني قد فهمت مقصد العمدة. بدلاء زورو سيرتكبون الجرائم البشعة وسيؤثرون بالسلب على مكانة زورو. بالضبط، وأنت يا أرمانيو ستزودني بالأزياء التي سأحتاجها لأضمن أن كل مواطن في المدينة يعاني الإهانة على يد زورو. هذا شرف لي يا سيدي، شرف لي. مساء الغد موعد الحفلة التنكرية السنوية الخيرية، وأعتقد أنها فرصة رائعة لنقدم مفاجأتنا الصغيرة للجميع، وبعد ذلك سأغرق المدينة ببدلاء زورو، وكل منهم أسوأ من الآخر، وزورو الحقيقي لا يمكنه أن يكون إلا في مكان واحد. برناردو، ماذا ستلبس في الحفل التنكري؟ مهرج. ظريف. أظن أنك ستكون مهرجاً رائعاً. كم هو لطيف. نعم، رائع. إذن ماريا، ماذا ستلبسين إذن؟ لا، هذا سر. ولكن إذا كنت لا أعلم، كيف سأطلب أن أرقص معك؟ هذا ما أريد، وداعاً الآن. مضحك، مضحك جداً. أنا؟ تريد أن تعرف ماذا سألبس؟ مستحيل يا أخي، هذا هو الزي الذي لن ألبسه طبعاً. أظن أن الحفل سيكون أكثر متعة بدون حضور زورو. حسناً، أنا لا أحب التفاخر، ولكنني سبقت الجميع بثلاث لفات كاملة، لم تحدث من قبل ولن تحدث أبداً. دييغو، أنت فعلاً مدهش وثري أيضاً. أنا أفعل ما معذرة بوسعي. معذرة، من فضلكم، هل انتبهتم لي لحظة؟ انتباه من فضلكم. شكراً وأهلاً بكم في الحفل التنكري لهذا العام، والذي يقام لصالح المؤسسات الخيرية. أود الآن أن أدعو العمدة إلى المسرح ليعلن عن نتائج التبرعات لهذا العام. شكراً أليخاندرو، وأود أن أقول كم هو جميل أن نضع خلافاتنا جانباً الليلة ليستفيد المحتاجون. والآن وقت التقديم السنوي لصندوق الكنز. شكراً. ها هو ذا. بكرمكم حققنا ثروة صغيرة لنفيد بها ال... عمل رائع جداً يا سيدي.
أنا واثق أن مثل هذه الثروة ستفيد. ستفيدني كثيرا. من الجيد أنني لم ألبس زي زورو. من الواضح أن هذا الدور مشغول. إذا ابتعدتم الآن عن الطريق يا سادة لن يصاب أحد بأي أذى. لابد أن تتجاوزني أولا. هذا المال ملك المحتاجين من أهل المدينة. اسمع، أنا أعلم أنك مهرج كبير، ولكنك لم تكن لصا. ماذا يحدث؟ أنت لا تعرفني يا سينيور، والآن ابتعد عن طريقي. بعد إذنك يا سيدي العمدة. لا تجعلني أفسد عليكم الحفل. تظاهروا ببساطة أني لم أظهر. وداعا. كنت أعلم أن زورو محتال. لا أثق برجل يرتدي قناعا. مارتينز، استدعي الشرطة. لابد أن نعيد هذا المال. سأفعل يا ديلافيغا، سأفعل. الآن أين دييغو؟ ليس سيئا بالنسبة لمحتال. بالطبع مواجهتي أمر مختلف جدا. لا يمكنك تزييفه. معك حق أو لا، ولكن سترى. أهلا سينيور زورو. إذن يا سادة، هل ارتداء زي زورو يعطيكم الشجاعة لتحاربوا مثل زورو؟ لنرى يا صديقي. لا تبدأ من غيري. اثبت أيها الحقير. دأت تثير غضبي. الآن يا صديقي، ليس من الجيد أن نقاتل في غضب، ولكن نظراً لمهارتكم الضعيفة من الأفضل ألا تقاتل على الإطلاق. لقد اكتفيت منك. لنرى ماذا ستفعل مع هذا يا ذكي. واضح أنك لن تصيبني يا صديقي. لنلقن هذا الحقير درساً. هاي، دعني أذهب. أهلاً 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 بالتوأم. اثنان من أفضل رجال العمدة. كان لابد أن أعرف أنه وراء كل هذا. والآن من الأفضل أن تسلماني زيكما وسأمضي في طريقي. أنا لن أخلع ملابسي. آسف يا سينيور، ستفعل هذا. أفضل كثيرا. الآن بعد إذنكما. إلى اللقاء يا سادة. هيا يا إعصار، انطلق. ها هي الحقيبة المسروقة. النقود في أمان. أيها الأغبياء، ماذا حدث لل حمداً لله، استعدنا أموال التبرعات. يا غارسيا، خذ هؤلاء الرجال. ولكن يا سيدي هؤلاء. قلت اقبض عليهم الآن. نعم سينيور. هيا يا رجال. هاي، لا يمكنك فعل ذلك. هذا لم يكن الاتفاق. لا أفهم ماذا يقصد هذان المجرمان. أنا أظن أنك تفهم جيداً يا مارتينز، تفهم جيداً جداً.
هل تصدق يا برناردو؟ بدلاء زورو يملؤون المدينة وكلهم مجرمون كما ترى. ماذا سنفعل تجاه ذلك؟ إذا ظل هؤلاء يشوهون صورتي سنفقد عملنا. ما هذا يا برناردو؟ يمكنك أن تنضم إليهم؟ رائع! بسبب عبقريتك أنت أفضل صديق. انظروا، لدينا غنيمة جيدة اليوم. هذا صحيح، وأتمنى أن يكون هناك مكافآت أكثر. كن مستعداً لتنفذ دورك. سأدخل الآن. التالي. هذا رائع، إني لا أدمر سمعة زورو فقط، لكني أجني ثروة في نفس الوقت. من الجيد أن أكون العمدة. يبدو أنها 1000 دولارات، ليس سيئاً. هاي، ما هذا يا صديقي؟ إنه شيء أحضرته من المتحف. أتمانع في إلقاء نظرة؟ تفضل. جيد. التالي. أعطني هذا يا صديقي. أتريد هذا؟ هذا هو المقصود يا أحمق، والآن أعطني هذا. بالطبع، لما لا؟ التالي. لحظة يا رجل، أنت أخذت اللوحة، ماذا عني أنا؟ ماذا عنك؟ يمكنك أن تخرج من هنا سليماً. ربما، ولكن هذا ليس كافياً. فعلاً؟ ماذا ستفعل إذن أيها الحقير؟ سيدي. مساء الخير سيدي العمدة. زورو، أنا مسرور لأنك استطعت التعرف علي، والآن أؤمر هؤلاء المحتلين أن يسلموا أقنعتهم لي لننهي هذه المهزلة. تريدني أن أصدر قراراً؟ حسناً. معذرة يا سادة، أمسكوا به. نمسك بمن؟ زورو يا حمقى. ولكن كلنا هنا زورو. الإجابة خاطئة يا رجل، هناك واحد فقط، زورو. هذا يكفي. هذا يكفي. أنا أولاً. أنت، شيء ما يحدث هنا، هيا بنا. ماذا يحدث هنا؟ معذرة سيدي، لا أفهم. حسناً، إذن حاولوا فهم هذا. ها؟ مساء الخير يا رفاق، أريد أن أنضم إليكم. لا. أين ستذهب يا عمدة؟ يبدو أنه لا يوجد سوى أنا وأنت. أخبرني إذن، في ماذا تفكر؟ كنت أفكر في مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي؟ لتشرح للمدينة كلها أنني بريء من تلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المحتلون. وإذا لم أفعل؟ لا أظن أنك تريد أن تعرف ما سيحدث. حسناً، سأعد لهذا. هذا ليس ضرورياً، لقد أعطيت لنفسي الحرية لعمل الترتيبات اللازمة بنفسي. سيد العمدة، الآن الجمهور ينتظرك. هدوءا من فضلكم يا سادة. سأخبركم بقصة رائعة الآن. الأمر لم ينتهي يا زورو، لم ينتهي. معك حق يا سيدي، ولكنني الآن مصر على أن أستمتع باللحظة.